وسهلا فيكم في دارة الفنون في مهرجان الصيف. محاضرة اليوم حتكون عن قصير عمرة للدكتورة سمو الأميرة وجدان علي. غازي بيش ده بره وكنت راح ابطل المحاضرة مشان هو العلامة عن قصير عمر و استنى شايف الدكتور غازي يمكن شتم علي وبطل معه. قصير عمر احد المواقع الاسلامية اللي تثار حول كثير من الأسئلة في محلات قدام هنا دكتور خالد دكتور مرخص في محلات هنا دكتور خالد في ثلاث محلات هنا. قصير عمرة من الأماكن الأثرية اللي تثار حولها كثير من الأسئلة. فقصير عمرة ما بعرف كم واحد فيكم رايح للقصر أما الإثناء. قصير عمرة الحقيقة نحن اللي نعرفه إنه قصر في الصحراء بني الأمويين و كان مكان للهو وللصيد لأحد الخلفاء. وقبل ما نتحدث عن قصير عمرة أحب أتحدث شوية باختصار عن بعض القصور الصحراوية الأخرى. في زمن عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك هي فترة حكومة 685 إلى 715 بني أكثر من حوالي 50 قصر في البادية السورية والأردنية، وهي القصور ثابتة إنه بنيت في ذلك في تلك الفترة. وهناك حوالي 100 قصر لم يثبت إنها كانت في تلك الفترة، إنما يرجح إنها بنيت في نفس المدة الزمنية. وكل مبنى من هذه المباني في مكان السكن مسجد، مطابخ، اسطبلات، مخازن، وحمام، وخدمات للخدم والحاشية. الآن الأسئلة التي تثار حول قصير عمرو. أولاً، قصير عمرو واقع يقع على مجرى نهر في وادي البطن، والبطن هو شجر الفستق الحلبي الغير يعني البري. واكتشفوا الرحالة السويسري ألويس روزين سنة 1898. والسبب من بناء قصير عمرة ما حدا يعرف. مين بنى قصير عمرة ما حدا يعرف. كريسويل يرجح انه الوليد بن عبد الملك هو اللي بنى قصير عمرة، ومعلوماته هي تعتمد على انواع الاقواس اللي درسها وحدد من خلال هذه الاقواس الفترات الزمنيه لكل خليفه من الخلفاء الامويين، وحدد على اثرها انه قصير عمرة بني حوالي 712 بين 712 و715 ميلادي طبعا. لكن كل المؤشرات تدل انه الوليد بن يزيد اللي هو كان يرتاد الباديه الاردنيه في تلك المناطق هو اللي بنى قصير عمرة، ومش الوليد بن عبد الملك. معظم المباني هاي اللي ذكرتها هي تقع على الطريق التجاريه التي كانت تربط ما بين الحجاز وسوريا وفلسطين.
بعض المستشرقين اللي كتبوا أوائل من كتب عن هذه القصور الأموية قالوا إن القصور بناها الأمويون لتكون استراحات لهم بعد عناء الحكم في العاصمة دمشق، فيذهبوا إليها للترويح عن أنفسهم لأنهم يشتاقون إلى البادية التي خرجوا منها. ولكن هناك سؤال: عندما وصل الحكم بيد الوليد بن يزيد أو حتى الوليد بن عبد الملك، لم تكن حياة البداوة هي الحياة الطاغية على الخلفاء، وكانوا قد استقروا في دمشق وتعودوا على حياة المدينة فيها. لذلك هناك تساؤل كبير، هل صحيح هي منتجع للخلفاء يخرجوا منها للصيد ويدخلوا إليها للترفيه عن أنفسهم؟ ولماذا هذه، إن كان ذلك هو السبب، لماذا بنيت هذه القصور على طريق الطرق التجارية كما قلت التي تربط بين الحجاز وسوريا وفلسطين؟ لماذا لم تكن في أماكن نائية أكثر؟ ويجب أن لا ننسى أن هذه الطرق كانت نسبيا مكتظة بالحركة وبالناس، فإن أراد الخليفة أن يبتعد عن الحياة الرسمية في القصر، لماذا يبني لنفسه قصرا على الطريق التجارية ولا يذهب إلى مكان نائي أكثر من ذلك؟ فالسبب أو الغرض من بناء القصر للهو عليه علامة سؤال كبير. ونفترض أنه بني كمقر للخليفة وليست بالضرورة له، إنما كان يخرج الخليفة كي يتواصل مع القبائل البدوية في البادية، ولا بأس من أن يخرج إلى الصيد عندما يكون في زيارة في تلك القبائل البدوية. فممكن أن القصور الأموية الصحراوية كانت تخدم عدة أغراض وليس غرضا واحدا، فكانت هي كمقر للاتصال أو نقطة وصل بين الحاكم وبين القبائل العربية في البادية، وأيضا خلال الزيارة كان يخرج الخليفة مع حاجيته للصيد، لا سيما أن الصيد كان أحد أكبر الوسائل الترفيهية وأهم الوسائل الترفيهية للخلفاء. اليوم لم يبقى من قصير عمرة أو قصر عمرة إلا الحمام. ما نراه هو في الحقيقة ليس القصر نفسه، إنما هو الحمام أو منطقة الحمام، فحوالي 650 متر إلى الشمال الغربي من القصر هناك آثار لقصر كامل لم تنقب حتى الآن. وفي منطقة الحمام، وهذا أنا أصرت أن هذا المبنى الباقي هو حمام وليس قصر كامل لعدة أسباب. أولاً لحجمه، لا يمكن أن يكون قصر كامل يتسع للخليفة وحاشيته وبالحجم الصغير الذي عليه. فهناك غرفة الاستقبال، وعلى جهتي غرفة الاستقبال بالواجهة غرفتين صغيرتين في كل غرفة حمية على الواجهة الأمامية، ومن ثم منطقة الحمام. ولا يوجد أي أثر لأن القصر كان أو المنطقة أو الحمام كان على شكل أكبر وتهدمت الأقسام الباقية ولم يبق منه إلا الذي لدينا الآن. وأهمية قصير عمرة لا تكمن في طريقة البناء ولا تكمن في وجود حمام يعتبر متقدم نسبيا بالنسبة للزمن الذي بني فيه، وإنما أهميته هو في الجداريات. فجداريات قصير عمرة هي أول تصوير آدمي في الإسلام. هناك تصوير مبكر أكثر من قصير عمرة في الجامع الأموي بدمشق، وكذلك في قبة الصخرة في القدس، ولكن تصوير الأشكال الآدمية
أبكر تصوير لدينا جاء بجداريال قصير عمر. والآن نأتي إلى السؤال الذي لابد يراود ذهن بعض منكم، هل التصوير الآدمي أو تصوير الأشخاص ومحلل ومحرم في الإسلام؟ وهذه نقطة تثار دائما في المجتمعات العربية والغربية، وجوابي أن التحريم لم يأتي بالنسبة للتصوير الأحياء إلا في أماكن العبادة، والدليل على ذلك أن لدينا في الجامع الأموي قسيدساء على الواجهات وداخل الجامع تتكون من نباتات ومن أبنية ومن شلالات وأنهر ومياه، وكذلك في قبة الصخرة لدينا أيضا تصوير ورود وأشكال نباتية التصوير الذي حرم هو تصوير الأشكال الآدمية وكل ذو روح في أماكن العبادة. والإسلام دين منطق، لماذا حرم ذلك؟ حرم ذلك أولا لمنع الردة إلى عبادة الأصنام في الجاهلية، وطبيعي الأصنام كانت على أشكال، بعض منها على أشكال آدمية وبعض منها لم يكن على أشكال آدمية. وثانيا جاء الإسلام في العهد البيزنطي، ونعرف أن البيزنطيين ألّوا ملوكهم، مثلا الثيودورا، الإمبراطورة الثيودورا ألّهت وحولت إلى قديسة، ووضعت صورها وصور الأباطرة في الكنائس، ولم يرد الإسلام أن يعاد تكرار ذلك وتأليم الخلفاء أو الحكام، فمنع وضع الصور في أماكن العبادة. وهنا قصة عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، جاءت في كتاب الأزرق في فتح مكة عندما دخل إلى الكعبة وكان فيها الأوثان والأصنام وكذلك الصور على الجدار، وكانت صورة واحدة تصور السيد المسيح في حضن ستنا مريم، فوضع يده على تلك الصورة ومنع محوها، ولكن محيت جميع الصور الأوثان الثانية وكسرت الأصنام ومحيت الصور الأخرى. فصور جداريات عمرة كما قلت تعتبر أول وأقدم تصوير إسلامي للأشكال الآدمية والحية. ومن هنا تأتي أهمية هذا القصر. الألوان التي استخدمت في الجداريات ألوان جميلة جدا، فيها الأزرق والبني القادم والفاتح والكوبيت والأصفر والأخضر. أما المواضيع فالمواضيع متعددة، يعني سلطت مواضيع في قصير عمر. أول ما نبدأ بمواضيع البلاط التي كانت تصور زمن الساسانيين وكذلك زمن البيزنط، وهذه المواضيع هي الصيف وحاملي الهدايا والراقصات والمغنيين والموسيقيين والرياضة. مواضيع أخرى أخذت من الأساطير اليونانية أو الأساطير الإغريقية، وهي سوف نرى فيما بعد بعض منها. ومواضيع مثلا موضوع الصناع أو العمال وعدة حرف والحرفيين، يعني موضوع الحرفيين لا يرتبط بموضوع اللهو والصيد والمغنيين والراقصات. وبعدين نجد أنه نأتي إلى موضوع آخر، موضوع رسمي جدا، وهو موضوع الملوك الخمسة مع الخليفة الأموي. فنأخذ موضوع واحد واحد. هذا القصر
من الخارج أو ما بقي من الحمام في قصير عمر من الخارج موضوع الصيد نرى الحمر الوحشية وتهجم عليها كلاب السلم والسلم هي كلاب السلوكي التي تسمى اليوم أصلها من اليمن من مدينة سلم في اليمن أيضا موضوع الصيد نرى نرى أحد الكلاب هنا يهجم على حمار وحشي والألوان التي تحدثت عنها الأزرق والبني الفاتح بتدرجاته والقاتل والأصفر هي صورة مكبرة لأحد الكلاب وما يدل على منظر الصيد وأنه ليس منظر وحشي إنما كان يقصد منه الصيد هو الزين أو الرباط حول رقبة الكلب على أريكة
وبنات حامل تاج النصر فوق رأسها. هل هي زوجة الخليفة؟ هل هي مقضية الخليفة كما يقول المستشرقون؟ من هي هذه المرأة؟ ولماذا صورت هنا؟ وعلى يسار القاعة يوجد دهليز مع سقف برميلي مقسم إلى مربعات، وفي كل مربع صورة صاحب حرفة أو مهنة كالحداد والحجار والبناء، وفي عدة مواضع، وفي صورة واحدة جمل يركض، ولأول مرة تظهر صورة الأفق هناك، مع أنه السلايد مش موجود عندي اليوم، بس في صورة نهر وصورة أفق وراء الشخص المصور. وأعتقد شخصيا أن هذه الصور صورت للذين شيدوا القصر وقت بنائه، وهم العمال الذين عملوا في القصر. جميع الصور في قاعة الاستقبال تمثل مناظر اللوح، ما عدا أكثر صورة شهرة وهي صورة الملوك الخمسة، وهي تمثل خمسة ملوك، إمبراطور الحبشة وإمبراطور الساساني وملك إسبانيا وإمبراطور الصين وإمبراطور البيزنط مع الخليفة. هناك تفسيرين. التفسير الأول هو أن هؤلاء الملوك هم يمثلوا البلدان التي فتحها أو المناطق التي فتحها العرب، ولكن العرب لم يصلوا إلى الصين ولم يفتحوا الحبشة. فما هي قصة ولماذا انتقوا هؤلاء الأشخاص بالذات؟ جرابار ولي جرابار يعزو ذلك إلى أسطورة أخرى، وهي قصة أسرة الملوك أو التي تربط بينها عواصر الصداقة والقوة، وكانوا يتبادلوا الزيارات والهدايا لأجل تثبيت السن والابتعاد عن الحق. والله أعلم، لكن برأيي تفسير جرابار أو توضيح جرابار فيه منطق أكثر من أنه الملوك الخمسة يمثلوا الأراضي التي فتحها العرب، لأن بعض منهم لم يفتح أراضيهم العرب، ولم يعاد هذا الموضوع تصويره فيما بعد نهائيا في العصور الإسلامية. ووجود موضوع جدي مثل هذا في جو من اللهو كالصيد والمغنيات والراقصات وإلى آخره، إنما يدل على شيء واحد، أن صاحب القصر أراد أن يذكر ندمائه وجلسائه من هو الحاكم. يعني حتى في مجلس له لا يجب أن ننسى أن هناك حاكما مسؤولا، ويجب على كل واحد من الموجودين أن يقف عند حده. أما الأسلوب فالأسلوب محلي من سوريا، يعتمد على الأنماط البيزنطية والهلينستية، وبعضها يذكرنا في زخارف قبة الصخر. الزخارف النباتية ومن زهور وفواكه كانت الزخرفة فقط، وهناك بعض الصور لنساء نصف عاريات يحملن الفاكهة والخضار. وهذه في رأيي أيضا، وأرجو الدكتور غازي أن تصلحني بشريط تعرف أكثر أخذر من الأساطير أيضا ومن الزخارف الإغريقية ومن الأساطير الإغريقية، وكانت للزخرفة فقط. في الغرفتين غرفتي النوم كما يقال هناك أيضا علامة استفهام بالنسبة لي أنا، إن كانت الغرفتين هما للنوم أو لا، أرضية من الفسيفساء
وفيها دانية وعقود عنب في إحداها، وفي الثانية شكل زهرة اللوتس. الآن نأتي إلى الحمام. في الحمام أول ما ندخل الغرفة الباردة في الحمام يحدث تغيير جذري على الموت ومفاجئ. فنجد أشكال معينية محددة بأوراق شجر داخلها أشكال آدمية، مثلا رجل يعزف على مزمار وامرأة ترقص وطيور وحيوانات ودب يعزف على آلة تشبه الربابة وقرد يقف على رجليه الخلفيتين. لماذا هذه الحيوانات وبعض الطيور؟ هل هي حيوانات كانت في المنطقة؟ ولا ننسى أن قبل حفر قناة السويس كانت أفريقيا متصلة بآسيا، وكانت تأتينا حيوانات كثيرة انقرضت منذ ذلك العهد منذ حفر القناة. هل هي لماذا انتقاء القرد؟ هل له دلالة أسطورية؟ هل هناك مغزى آخر؟ لماذا القرد يرقص؟ لماذا الدب يعزف على آلة موسيقية؟ فهذه في الغرفة الأولى أو الفريجيداريوم، الغرفة الباردة. ندخل إلى الكافيداريوم، إلى الغرفة الدافئة، ونجد موضوع تماماً غريب على الفن الإسلامي. نجد نساء عاريات وأطفال، والشخص العاري تقريباً لم يصور، قلت تقريباً لأنه جاء فيما بعد في المنامات وهذا موضوع آخر، ولكن لم تصور جداريات عارية. لماذا هذا الموضوع؟ لأنه أخذ أولاً من الأساطير اليونانية، ونجد فينوس والمرأة في مناظر في جداريات الحمام لا نجد عند النظر إليها حاملة طفل رضيع، فحملها الطفل الرضيع ينفي عنها أي موضوع جنسي. ودكتور غازي بيشا يعني ذلك إلى الأساطير فينوس تخرج من البحر وإليها. وهذه الجو معلش من هون هذه الأشكال المعينية المعين وداخلها الحيوانات، هذا الدب وهذا القرد، هذه الغزلان، هذه الحنية المساء في الحنية وزخرفة اللوتس في الأشكال الهندسية التي نجدها في المساء البيزنطية في كثير من الأماكن والكنائس البيزنطية. هذه أشكال أيضا هندسية تماما أشكال بيزنطية قد تكون في أي مكان آخر غير قصير عمر، ولكنها في إحدى غرفتي النوم. هذه بعض عناقيد العنب والأشكال الزخرفية والمزهريات التي نجدها في القاعة الرئيسية أو قاعة الاستقبال، وأيضا أخذت عن المواضيع الكلاسيكية والزخارف الكلاسيكية في المنطقة. هي صورة العنقود عنب والدالية الأشكال اللولبية التي تأتي مع الدالية. هذه صورة الملوك الخمسة، ومع الأسف الصورة الجدارية في حالة سيئة جدا، لأن نفس نوزين عندما اكتشف قصير حمراء حاول أن يأخذ قطع منها معه ويزيدها عن الحائط، يعني مش كلها كانت تخريب، في بعض أماكن أخرى كانت تخريب فيما بعد، ولكن هذه الصورة بالذات حاول نوزين أن يزيد بعض منها. هذه صورة الخليفة مع العلمة،
هذه إحدى الأشكال النساء في وهي إحدى الراقصات، وهي شبه عارية في غرفة الاستقبال. وهنا ايضا يعتقد ان هذه الصوره هي صوره الخليفه آدم، ولكن ايضا ليس هناك اي شيء. هذه مصارعه، منظر من المصارعه، هذه السيده نصف عاريه جالسة أو متكئة على مقعد، وتاج النصر ملاك يحمل هذه الوطن على رأسها. الأقواس أيضا في القاعة الرئيسية. منظر الصيد والصياد مع أحد الحمر الوحشية وبيده الرمح. هذه الكلمة غيرت الكلاب ايضا في الحمر الوحشيه والقط. حمار وحشي ينظر إلى الخلف، ونجد حركة تختلف. هذه الحركة إدارة الرأس لم تكن موجودة في التصوير لا البيزنطي ولا الساساني بهذا الشكل. هاي أحد عم بعيد عليكم، بس الظاهر إنه لما صلحنا الترتيب تغير. هذا نفس المنظر الأولاني تزيدين حمى. شيلوه هذا الصحيح، هذا اللي قبل في هذا. لا لا بعد. لا لا مشي قدام الجامعة. لا مش من الأول، يعني نرجع ترتيب الماشيين فيه. ونكتبه بشكل معاكس. معلش معلش نرجع، وين وصلنا؟ بيكونوا خلصوا. لا ما خلصوا، في صور الحمام إلا إذا شافوا. لا مو بدي من الاول، بدي وين وصلت، يعني مو ترجع من الاول. طيب هذا الدب اللي يدب على آلة موسيقية، قد تكون الربابة أو الجيتار أو إلى آخره.
هذه منظر مصارف الصيف. الصيف هاي نفس اللي شفناه مكبرة اللي يدو الرمح الصياد. هذا منظر الحمام. هذيك كانت في القاعة البرانية. هذا منظر الحمام، ونرى امرأة وهي حاملة طفل، طفل رضيع هنا. شايفين؟ والموضوع مأخوذ كما قلت من الأساطير الإغريقية، وقد يكون فينس. هذا الصورة، هذا الطفل هيوت وشكل المرأة العالية. لا في فوس إنه في الغرفة الآخر غرفة. معلش بس الصورة ترجعوا لي أنا آخر. لا ترجع. في الغرفة الآخر غرفة من غرف الحمام، الغرفة الساخنة، يوجد قبة وهي فيها الأبراج السماوية، وهي أول محاولة لتصوير الأبراج السماوية على شكل كروي، ولم يبقى من تلك القبة إلا برج القوس. كمان هذا برج القوس، البرج الوحيد الذي بقي صورته تقريبا كاملة، وهي أول محاولة لتصوير الأبراج السماوية على شكل كروي. ممكن شعرته. وكما لاحظنا الصور في الحمام فيها فض من الطبيعة وتشبيه الطبيعة أكثر من الأسلبة التي نراها في القاعة قاعة الاستقبال الخارجي. واضح انه من الصور يستطيع المشاهد ان يتعرف على وظيفة كل غرفة. الان ما الجديد في مواضيع قصير عمر في الجداريات؟ اولا استخدمت المواضيع التي كانت عند البيزنط مواضيع دينية بشكل دنيوي، ومنها صورة زوج ما تسمى ويعتقد بأنها زوجة الخليفة، صورة الإمبراطورة، هي تشبه صورة الإمبراطورة ثيودورا في سانت فيتالي في رافانا، وهي كنيسة من القرن السادس البيزنطي. لم يعاد استخدام هذه المواضيع، أغلبها لم يعاد استخدامها فيما بعد. وأقصد بذلك موضوع المواضيع المهمة اللي هي الملوك الخمسة وعائلة الملوك، لم نرى أي استخدام لها إلى الآن في أي قصر آخر، قصر الحير الغربي أو قصر الحلابات. وكذلك صورة النساء العاريات في الحمام لم يعاد هذا الموضوع مرة ثانية على حسب ما نعرف إلى الآن. الانتقال من موضوع إلى آخر بهذه الطريقة المفاجئة، من صيد إلى حيوانات إلى حرفيين إلى عائلة الملوك إلى نساء في الحمام مع أطفال إلى الأبراج السماوية إلى المصارعة، يعني يدل أولا على عدة أيدي قامت بتصوير هذه الجدارية. ثانيا برأيي أنا، لماذا هذا الانتقال من موضوع إلى آخر؟ برأيي عندما بني القصر أو شيد القصر
في البادية في القرن الثامن لم يكن ذوق طعات الفم حينذاك قد اكتمل. يعني عادة أي بناء يقام ويزين حسب طلب الراعي الذي يأمر بذلك البناء. في ذلك الوقت مع أنه الخلفاء لم يكونوا خاليين من الذوق، إنما لم يكن ذوقهم قد اكتمل ولم يكن يعني الذوق الفني يحتاج إلى مدة معينة، مدة زمنية طويلة كي يكتمل. ولذلك باعتقادي المتواضع أن عندما أمر الخليفة أي كان ببناء هذا القصر طلب من الفنيين والحرفيين المحليين أن يزينوا، فجاء هؤلاء الحرفيين دون أن يعطوا أي نوع من الجايدلاين، أي نوع من الاستنارة، يعني تريد كذا وكذا وكذا، لا، تركوا على سجيتهم وعلى ذوقهم. فجاء هذا الخلط بين الأنماط، بين المواضيع في مكان صغير واحد. ولكن العامل يعرف انه لا يعمل، انه لا يعمل للسيد السابق، هناك زاد جدد اتوا الى المنطقه، فاخذ يغير بعض الشيء. ولهذا نرى بعض الاشكال التي مثلا في الحمام فيها يعني هي أقرب إلى الطبيعة من الأشكال المؤسلبة البيزنطية أو الساسانية. وكذلك يعني المناظر أيضا، الدب الراقص وإلى آخره، فيها حركة بعيدة عن الجمود. وبرأيي أن هؤلاء العمال أرادوا أن يصنعوا، يأتوا بشيء فيه بعض من التجديد ولكن ليس التجديد الكامل، لأن لا يستطيع الحرفي أو الفنان في ذلك الوقت أن يأتي بشيء جديد 100% خوفة من عدم رضا راعي ذلك العمل الذي يقوم به أو الشخص الذي طلب منه. الآن تظل الأسئلة موجودة، من بنى قصير عمرو؟ أهو الوليد أم يزيد؟ لماذا بني قصير عمرو؟ هل صحيح هناك صور للخليفة؟ وهل كان هناك تشبيه في ذلك الوقت؟ بورتريه، ما نعرفه أن التشبيه لم يكن حاصلا في ذلك الوقت بالتصوير. لماذا لوحة؟ وحتى يتم التنقيب عن القصر في شمال غرب الحمام هناك كثير من الأسئلة التي لا نستطيع الإجابة عنها. وشكرا. بالإشعاع ممكن تقدير العمر الزمني
أنا أظن هذا على زمن بني هدب إذا صدق ظني. بني هدب الملوك الأراميين. قصر أرامي؟ نعم، أظن هذا قصر إسلامي أبدا. ما في كتابات عربية في كتابات عربية بتحت الكوفي. من يبادر الملوك ذكرت الشمول الأميرة في الملك بدورين يعني في القول يعني أنا أظن أنه إذا وجد القصر موجود أدخل عليه تعديلات. لا يعني بعض صورتين ودخل عليه داليات على كل يعني أنا زي ما حكيت أنا يعني مختص بالأدب اللاتيني والإغريقي فعلا من أساطيرهم هذه كانوا يعتنوا كثير بهالأمور. نعم. أما نحن كمسلمين وفي العصر الأموي الخليفة ليزيد لأنه قيل يشرب الخمر وقيمت عليه جبل صدر فكيف يجي يصور ونحن نعلم تصوير الإنسان. هو يا سيدي أنت إذا عندك نظرية مثل هاي لازم تثبتها بطريقة علمية فنحن نصدقك وأنا مستعدة أصدقك ما تثبتها بطريقة علمية من قصر أرامي. لا أنا ما أقطع بشيء حقيقي مدرس من هالناحية وبيعوبها الاتجاه. في إذا بدك في قطاع عندي ما في شكل من الإسلاميين أمويين عبد الملك بن مروان فيها صورته عندي واحد منهم في الفريقين. انا لا لا اعتقد الامويين كانوا يصوروا وكانوا يصوروا الخليفه وكانوا يصوروا عن النقود. عن النقود نعم مسموح بس اسمع عيات وعيات ايه سؤال اخر؟ هل الجداريات العربة تمثل نفس الحقيقة أم المصنعة العربية؟ الجداريات التي في العربة أيوه هل تمثل الفن المعماري أو المدار غير المهم أو الحياة الفعلية كانت في حق بها أو تمثل الفن المعماري؟ يعني كانت تغيرات مهمة المصنع بنفسها اللي هي تمثل الحياة الواقعة الكاملة. يعني كانت تمثل الحياة الواقعية؟ نعم، كل هذه هو تخيلات أو كالمهندس المصمم أو اللي نقل القصير عنه هو اللي جسد الجداريات. والمعماري حسب نفذ العمارة. نعم. والعمارة تمثل العمارة الموجودة وقتها وهي كثير أيضاً تماثل للعمارة البيزنطية، يعني العمارة الأموية أخذت العمارة البيزنطية كثير منها القصير عمر. ولكن هل الجداريات كانت تمثل الحياة الواقعية يعني في ذلك العصر؟ لا أتصور إنه الحياة الواقعية كانت كلها لحم وصيد ورقص وغناء وكانت الذببة تدق على آلات موسيقية. أتصور فيها الكثير من الخيال وكما قلت اعتمدت على الأساطير الإغريقية وكذلك على المواضيع يعني مواضيع اللهو والصيد والرقص والغناء لا كان يعني ليست مواضيع الحياة اليومية في العصر الأموي أو في أي عصر كان. عفوا. أنا أعتقد يعني من طلعي متواضع على الموضوع أنه هذه كانت من المواضيع التقليدية اللي دائما يعني في كل تتكرر دائما وحتى المنطقة طبعا أنا أعتقد أن المنطقة مفتوحة يعني العلاقة موجودة بين بين وادي الرافدين بين البيزنطيين بين حتى وادي النيل يعني هناك علاقات لا شك أنها موجودة ومتأثرة وتؤثر وتتأثر فهذه الأيدي العاملة كانت هي موجودة والإسلام احنا حسب ما نعرف انه اجى احتضن مظاهر الحضاره اينما كانت واستوعبها وخلاها في قالبه فهذه كانوا يستعينون بالايدي العامله وهذه قضايا متوارثه يعني هم عندهم معتادين يعني عمال معتادين ان يرسمون هذا النوع من الرسوم فيفتح امامهم الباب ان يرسمون وان تلقين هذه المواضيع كلها موجوده
تقليديا حوالي 3000 او 4000 سنه موجوده هي نفسها تكرر، سواء مظاهر الصيف او مظاهر الملوك وقعداتهم واحتفالاتهم. على عائلة الملوك، لا توجد لوحه اخرى مع على حد علمي. لا لا، بس قصدي مواضيع مواضيع متفرقه، يعني الصيف له قعده، وصف الطبيعه الموجوده، نوع الفاكهه الموجوده بالمنطقه ايضا تظهر دائما بالصور من هذا. فجواب على الاخ انه بده يقول اراميه او شيء، هي فعلا لانها يعني هي ايدي متوارثه، الايدي العامله هي موجوده هناك ودائما يساهم في البناء نفسه، ما عدا اضافات بعض الاضافات اللي تميز هذا العصر عن ذاك العصر. اذا تذكر اذا قلت المواضيع والاسلوب ايضا ساساني وبيزنطي التركيب واغريقي هلنستي. فهذه ما طبيعي يعني. انا اعتقد ايضا اقدم الأساليب اللي استعملت في الدراسة، يعني
المصدر الاساسي لهذه الرسوم المستعاره بشكل واضح تاثير المحلي السوري للنست. ونقول ان التاثيرات الشرقيه من فترات من بعد حصر اسكندر التاثيرات الشرقيه سواء ما بين النهرين او من ايران بدات المزج بين العناصر الغربيه والعناصر الشرقيه، وخاصه بعد الفتوحات العربيه الاسلاميه ازدادت التاثيرات الشرقيه. لكن الاسلوب الشائع الاسلوب الغالب على المواضيع او هذه الجداليات وصول الجداليات المصارعه العربيه هو التاثير السوري للبلاستي الشرقي المحلي. في انتقالي في احد الدور الان في نفس عمان حاولت ان اخذ شركه من الشبكه، فلاحظت انه في السفر يعني تقاليد المزخرفين السقوف موجوده مندلة كامله للمربع الخصوبي. طيب كيف ظهرت هذه المندلة او هذا الرسم؟ انت راح تقول هو انه هناك نسب مستمر من الماضي الى الحاضر والى المستقبل، وهذا يدرك باستمرار من خلال التقاليد وخصوصا الشعبيه اللي تحتفظ يحتفظ بها المناخ الشعبي الكويت، بالتالي تستعاد الكثير من التقاليد القديمه بدون قصد. هذا اللي سنتعليم من ان هناك مؤثرات قديمه. لا انا حكيت في البدايه دكتور غازي اجاب عن الاجابه نفسها، انه بالنسبه لقصير عمره وبالذات الرسومات الجداريه والموزايك الموجود هو ما نستطيع باي حال من الاحوال ان نطلق عليه الفن الاسلامي وجد في فتره اسلاميه، وانما ينتمي بعد كما قال للفن الهندستي الشرقي الموجود في منطقه سوريا. وبالنسبه للمواضيع ايضا تناولتها العديد من الفنون والحضارات وايضا طبيعه المنطقه نفسها. يعني احنا بنشوف منطقه الازرق الان وكل هذه المنطقه المحيطه موجوده بحيوانات ممثله من نفس المنطقه. الشيء الاخير الشيء اللي يطرح الان، لماذا لم يكن هذا القصر موجود في دمشق او في المنطقه الثانيه؟ هاي المنطقه هي مخفيه شوي عن الانظار، ويستطيع ربما الجديد انه يخلد الى راحه ويخلد نفسه بعيد عن انظار الناس وكمنطقه موجوده بسيطه. لكن باي حال من الاحوال لا نستطيع ان نطلق على قصير عمره بانه فن اسلامي. انا اقصد بالتصوير والموزيك. انا بخاف اي عمل نجده في قصر اسلامي هو فن اسلامي. بدايات الفن الاسلامي معلش. انا اقصد لا يعكس روح الفن الاسلامي اللي في العصر. ليش روح الفن الاسلامي؟ لا انا ما بحكي على فن ديني. انا الاسلام لا ينجل كفتره من فترات اذا نطلع عليه بشوفه بذكرني بفن الاسلامي. لا لا اسمح لي قبل ما الفن الاسلامي لما في بداياته استعان كثير من الفن الساساني المغربي القبطي كل الشعوب اللي كان التقى حتى الفوسي في اسبانيا فالبربري مش حتى الحضارات العريقه الكبيره انما الانماط المحليه ايضا استعار منها. مثلا لما إذا نظرنا إلى الجداريات سامرة وأقصد بالرقص أسلوب سامرة أو ستايل سي اللي يسمى بأسلوب سامرة، يقال إنه جاء مع الجنود المرتزقة اللي كانوا في الجيش العباسي. فكل الأمم والحضارات التي التقى معها المسلمون أخذوا واستعاروا من تلك الحضارات من تلك المؤثرات وخرجوا فيما بعد حولوها وحوروها حسب مفهومهم للجمالية وخرجوا يعني ما أخذوه ما اقتباس كامل إنما اقتبسوا وحورت. حتى في قصير عمره
ذكرت انه الاشكال غير يعني لا هي بالشكل الطبيعي اللي كان عليه الفن الاغريقي والهلنستي ولا بالجمود اللي كان عليه الفن الساساني والبيزنطي. فكان فيها تحوير في النهاية ايش يعني بعد حوالي 300-400 سنة 500 سنة تحول يعني نضجت هذه الاشكال المستعارة. فن الاسلام او المسلمين لم يحارب تلك المؤثرات التي اتت عليه من الشعوب التي التقوا بها، ولذلك يظل اي تاثير على يعني داخل على الفن الاسلامي يعتبر فن اسلامي لانه ليس بيزنطي. يعني انت ما بتقدر تعتبر انه قصيرة حمراء قصر هل هو بيزنطي هل هو ايش هو، ما تقدر تعتبره، يختلف عن البيزنطي ولكن مأخوذ متأثر بالبيزنطي، يعني متأثر بالساساني متأثر ممكن ما تقدر انت تقول هذا القصر مش اسلامي وهو فن غير اسلامي. هو بدايات التكوين، بدايات التكوين يظل التكوين يظل فن اسلامي، بدايات او نهايات يظل. اذا بصفح كتاب معين بشوف على طول بقول هذا فن اسلامي، اذا بشوف مناظر من قصيرة حمراء بتحيرني اروح اقول مثل ما احنا مضطرين. انا اميل لوجهه نظر انه يعني عدم تصنيف الفن اللي ممكن نشوفه في قصير عمره كفن اسلامي، حتى لو كان في بدايه ظهور يعني في بدايه المرحله الاسلاميه، لانه هذه العناصر اللي احنا من نحكي انه الاسلام استعارها من حضارات سابقه لم تتطور في اشكال اخرى او في مواقع اخرى بحيث انها لم تعاد ولكنها تطورت لم تعاد. هذه الاشكال البشريه لم تعاد، ويبدو انه يعني مثال قصير عمره مثال فريد، يعني لا يوجد يعني مثيل لقصير عمره ممكن انه نشوفه في هذا الموضوع. ورغم يعني امتلاء الصحراء الاردنيه بالعديد من القصور اللي كانت جزء منها مجاور للقصير العمر، انا اظن انه العناصر اللي استعارها الاسلام من هذه الحضارات تم تطويرها مستقبلا في اشكال جغرافيه اخرى، ويعني بعيده جدا عن الطابع العام للمواضيع والاشكال اللي ظهرت في قصير العمر، وخاصه الاشكال البشريه وما يعني شابه الفن الاسلامي اللي تطور فيما بعد نحو الى الجانب التجريدي اكثر نحو الزخرفه نحو الاشكال الهندسيه والنباتيه الى غير ذلك. انت لما تقول الفن الاسلامي تقصد الفن الاسلامي وين؟ اي حدد لي المنطقه. لنقول بلاد الشام. بلاد الشام، انت معك خبر انه الفن الاسلامي في بلاد الشام مع تطوره كله الى العهد العثماني مضبوط؟ هو جزء من الفن الاسلامي ككل، وانه في مناطق مثل ايران مثل اواسط اسيا انه ما تحول الفن فقط الى رقش، الرقش لم ينشا بديل عن التصوير في الحضاره الاسلاميه، الرقش جاء موازيا للتصوير في الحضاره الاسلاميه، اذا كان عندك اطلاع او حط اطلاع شوف المنمنمات الالحانيه التيموريه الفارسية من صفوية إلى قاجارية، والمنمنمات العثمانية، المنمنمات في أواسط آسيا الغزنوية إلى آخره، وتستطيع وقتها أن تعرف الرقش والتجريد لم يأتي بديلا للتصوير، إنما جاء موازيا للتصوير للسبب الذي ذكرته في الأول، أن الإسلام لم يحرر التصوير ولا في مكان في الدين، لا في القرآن والحديث ولا في الحديث، إنما الحديث الذي جاء فيه لم يأتي تحريم، إنما جاء المصورون سيعاقب، ذكر أن هناك عقاب ولكن لم يذكر أن التصوير يحرر كالخمر والميتة ولحم الخنزير، هذول اللي يحرمون. يعني حس هنا انه الاعتراض عن تجسيد او تصوير المجسد في الاسلام، ناخذ اقرب مثال
موجود يعني مكتب الغالب اللي هو خربة المفجر. خربة المفجر هو في الشارع حلو الإسلامي، في كتير بوست تمثيلين مجسدة للنساء وعالية ومؤثرة مؤثرة وبنت من الإسلامي، فكانت المفروض موجودة بين السكيلر والمدني مش الديني. كان في موجود تسجيل جسيد للأشكال وتصوير بشري. أنا عندي زوك انتباع أرجو أن يكون عاطفي وهو بصري بنفس التشكيل اللي شفناه، يعني بصري بنفس الأشكال اللي شفناها، لأجرب أشوف يعني شو اللي حسيت لأول مرة. رغم أني شاهدت أنا كثير من الأعمال البيزنطية في دراستي واللي كنا مع الدروس وكذا، أول مرة أشاهد فعلا أنا ازدواجية في التكوين، ازدواجية باللغة البصرية المقروءة العمل الفني نفسه. فعلا حسيت رغم انهم قالوا بتجسيد هذا الشكل بلاستيكيا حاول يعملوه الجسم والعضلات الانتمي، الا اني حسيت في روح الفن الاسلامي بطريقه الفاطر الطرح المانيفستيشن الطرح اللي متردد. حسيت انا كمشاهد انه هذا الا فعلا الا مع انه هو مجسم وبلاستيكي والى اخره، بس انا بتكلم عن احساس بصري صرف مش احساس انثروبولوجيا ولا الاجتماع الفني ولا ما بعرف هذا الطرح رجل يكون ديليريوم او وهم من عندي، بس انا حسيت فعلا كانه اجدادي قاموا به يمكن قاموا به حسيت انا اقول احساسي وبنفس الوقت برفض اشارته بالمفهوم الغربي النسكي او البيزنطين او الرومانسي هذا اجتهاد. الحقيقه عندي سؤال بالنسبه للاسلوب في قصر الحين الشرقي، في لوحات فريسكو كمان بس على الأرض وبتظهر فيها بعض المواضيع. واحدة من اللوحات مقسومة نص فوقاني شخصين بيغنوا والنص التحتاني منظر صيد، فمش عارفة هل الأسلوب اللي ظهر في قصير عمرة مشابه لهذا الأسلوب في الحين الشرقي، ولا بنقدر نقول مدرسة منفصلة كل واحد فيهم شكل؟ لن يكون هناك مدرسة قصير عمرة، تصوير قصير عمرة لن يتبع مدرسة المفهوم إنه مدرسة التصوير، لأن كان هناك عدة أساليب كما ذكرت سابقا. وفي قصر الحيل أيضا لم تكن هناك مدرسة تستطيع أن تقول هناك مدرسة فيما بعد مدرسة المصل أو مدرسة بغداد في التصوير العباسي، هذه مدرسة يعني مدرسة فيها استمرارية، فيها استوديو، فيها مراسة، وعدد من الفنانين يتبعوا نفس الأسلوب من ناحية المنظور، من ناحية الألوان، من ناحية الكومبوزيشن، من ناحية التكوين الصور. لكن في قصير عمرة وفي قصر الحير لم يكن هناك شيء اسمه مدرسة، مدرسة في التصوير، إنما تشارك في المواضيع وكما قلت في المفردات. يعني الأسلوب اللي استخدم في تقارب مثلا بحضر موضوع أشخاص بغني موجودة، هذا موضوع، هذا بالنسبة عم نحكي على مواضيع الصيد ومواضيع مجالس الطرب والرقص والمصارعة إلى آخره، كل هذه المواضيع كررت يعني أكثر من مرة على مدى قرون، ولكن لا نستطيع القول أن هناك مدرسة فنية في التصوير كانت في يعني متمثلة في قصر الحير أو في قصير عمرة مدرسة أخرى. هو بالعكس يعني التضارب بين الأساليب في قصير عمرة يدل على عدم وجود مدرسة معينة. تفضل. معروف انه الاسلام حرم الاصنام على اساس انه مثلا بتوحيد الهي، ولما حرم الاصنام بالحالة صار الاعتقاد عام لدى الناس لدى المجتمع ان استخدام الفن هو منافي للدين، الا انه كما قلت لا توجد هناك نصوص تدل على التحريم. ففي فترات اخرى نقدر نقول حينما وجدت نزعه دينيه وجدت في مقابلها نزعه دنيويه، فالاسلام استعار كما قلت من الحضارات البيزنطيه والروميه والساسانيه،
وحاولوا قدر الإمكان أن ينشئوا لنفسهم فنا مستقلا. ولذلك نستطيع أن نقول أنه الفن الإسلامي هو الفن الذي يرتبط بالعصور الإسلامية منذ نشأت إلى الآن. يعني لا يعني أنه يكون الفن فن ممثل للديانة، إنما ممثل للعصور الإسلامية على ما فيها من بنيوية ودينية، على ما فيها تغيير في الدين وفي الديانة أو خلاف ذلك. وإلى أنه أيضا الأستاذ شافع حسن أشار إلى شيء مهم، يعني من ناحية لو نضع في الطبقة التحليلية هذه النظرة اللي شفناها، أنه كانت تنتمي إلى حضارة الجسم الوادي واكدين القديمة، بمحاولة لاسترجاع ما كان من شواهد ورموز وأساطير لاستخدام جديد ينسجم مع المستجدات في الفن العالمي. وعلى سبيل الطرف عندنا مثال آخر، يعني الفارابي مثلا أخذ الفلسفة الجمالية في الموسيقى للعصر اليوناني القديم وعرفها وحللها وكتب حول كثيرا، حتى لما ترجمت مؤلفات الفارابي إلى أوروبا صاروا يعتمدون على ما قال الفارابي وليس على الأفكار قدموها اليونان بالقصة اللاتينية أو باليونانية القديمة. وهكذا يعني إذا نستطيع أن نقول بأنه الفن الإسلامي هو الفن المتزامن مع العصور الإسلامية، وهذا يتفق مع وجهة نظر الشيخ طبعا. تعقيب بسيط حياتي. أنا باخذ الموضوع بشمولي أبسط وبدون فلسفة ونظريات فنية. بتوقع البناء أو العمل في حينه كان برضه ينطلق من الواقع الزماني اللي كان فيه. فالأمويين أجوا بعد الدورة أو الخلافة الراشدية. الخلافة الراشدية كان لها اهتمامات دينية محض، فتوحات إسلامية، تغيير واقع من الجاهلية لزمن الإسلام. في العهد الأموي بتوقع صار في نقل نوعي، صار في خلافة، استقلال حكومة، صار في وراثة، من ضمنها اتجه نحو العمران. فإذا أخذنا المعماري للقصر، معماري مستمر من عمارات شرقية وغربية، بلاد النهرين الفارسي، منطقة سوريا بالتحديد مثلا، بوصل لوجهة النظر اللي اقترحتيها أو تفضلت فيها، اللي هي بتوقع كديكور للعمارة استعانوا بطبقات أو بيد عامل فنية مستمرة من حضارات مختلفة انقطعت. أيوة متأثرة بحضارات مشكلة. بدليل لو أبعدنا أكثر عن الحدود عن المنطقة نشوف الحضارة الفارسية أو البيزنطية أو بلاد النهرين كان لهم تكنيك أعلى من اللي موجود في البناء اللي أجا لاحقا. فلو كان استمرارية لتكنيك سابق بيكون صار أعلى شوي. فبشعر هنا في بساطة، يعني التجميع بداية تشكيل لفن في الدورة الأممية، يعني إعادة استثمار للفن. هذا ببساطة برجع بقول إنه يعني حرفيين لسه داخلين جديد ما تشكلش عندهم فن إلهم. بالعكس الحرفيين كانوا من المنطقة كان عندهم مدخر غني، تراث غني بالنسبة لعملهم. وبالنسبة والبيزنطيين كم يعني كم سنة قبل المسلمين جابوا وهدول حرفيين من المنطقة من هنا، يعني ما اجوا جديد وعم بيتعلموا وبيجربوا على قصاي الحمراء. أنا ما اختلفت كثير، بس النقل من منطقة لمنطقة بالفعل من منطقة نقل نوعية بالموضوع بتفيته صح ولا لا؟ عن هذا اللي أنا لاحظته في المدخل في الحمامات، لأن المواضيع اختلفت، مواضيع النساء العالية، لوحات الصيد، لوحة الأبادرة الخمسة أو الستة، نعم، فيش رابط بينهم، في لا هذا لا يعني إنه ما كان عندكم خبرة أو عندكم مورود حضاري من قبل. شكرا.